حراك ملحوظ داخل لجنة النفط النيابية لاستكمال إجراءات تشريع قانون النفط والغاز. اللجنة تعقد اجتماعات مكثفة مع المحافظات المنتجة فضلا عن الإقليم بالتعاون مع الوزارة لتسلم ملاحظاتها وإدراجها ضمن مشروع القانون الذي يتوقع أن يرى النور خلال 6 أشهر بحسب أعضاء في اللجنة. تسليم الوزارة مسودات خاصة من المحافظات المنتجة للنفط، رؤيتهم صراحة، وتم استلام رؤية أولية من حكومة الإقليم حول قانون النفط والغاز. نحن بحاجة إلى مسودة واحدة لقانون النفط والغاز، يجب أن ترسل على عجالة إلى قبة البرلمان من أجل تشريح هذا القانون. بنفس الوقت أتوقع أن نحن بحاجة إلى 6 أشهر قادمة من أجل تشريع قانون النفط والغاز حتى ينسجم مع المواد الدستورية. حراك اللجنة النيابية يشمل أيضا النظر بالتشريعات النفطية المعمول بها حاليا والتي يعود بعضها إلى أكثر من 40 عاما بهدف إدخال التعديلات عليها أو تشريع قوانين جديدة محلها لكونها لا تتناسب مع أهداف الوزارة في تطوير المنشآت والإنتاج. عدة قوانين مهمة تحتاج الوزارة إلى تشريعها، تقريبا سبع قوانين. من أهم هذه القوانين قانون تنظيم وزارة النفط، وقانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية، وقانون بيع وشراء المنتجات النفطية، وقانون تصفية النفط الخام. هذه قوانين مهمة، بالتالي هذه القوانين أصبحت لا تنسجم مع يعني التطور الحاصل في هذا القطاع النفطي، وأصبحت الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في هذه القوانين وتعديلها. ويأتي حراك لجنة الطاقة النيابية ضمن توجه عام لمجلس النواب لتعديل بعض القوانين أو تشريع قوانين جديدة للوزارات كي تتماشى مع الواقع الحالي. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية.